القراءة حرف الفاء أولا ألون المربع إذا سمعت الصوت ف فراشة ف أسمع الصوت ف ألون المربع فأس ف أسمع الصوت ف ألون المربع كأس لا أسمع الصوت ف لا ألون المربع ثانيا أحدد المقطع الذي فيه الصوت ف نا في ذا تون الصوت ف في المقطع الثاني في المقطع في يوجد في وسط الكلمة أضع علامة في الخانة الثانية في لون الصوت ف في المقطع في أول الكلمة أضع علامة في الخانة الأولى خ رو فون الصوت ف في المقطع فون في آخر الكلمة أضع علامة في الخانة الأخيرة ثالثا ألون الفاء الفاء ألون الفاء قاف النون تاء الفاء ألون الفاء أولا أتلفظ فهد فهد في راش فراش فل فول فل فل الفاء مع الفتحة ف الفاء مع الضمة فو الفاء مع الكسرة في ثانيا أقرأ ف فو في مسافر فم رافد فريد مسافر القراءة أولا أتلفظ في لون في لون فو لون فو لون دا فا تي رو دفاتر الفاء مع الألف فا الفاء مع الواو فو الفاء مع الياء في ثانيا أقرأ فا فو في في فاس فول فريد مسافر إلى فاس أولا أتلفظ خ رو فن خروفا خ رو فن خروف خ رو فن خروف الفاء مع الفتحتين فن الفاء مع الضمتين فن الفاء مع الكسرتين فن ثانيا أقرأ حرف الفاء ف فو في ف فو في في فن 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 فم فرس فول رافد في فم فرس برسيم ثالثا أحدد مقاطع رفوف رو فو فون الكتابة التفاعلية أسود ثانيا أكمل كتاب مدرسة قلم